أهلا بكم في رحلة اليوم، رحلة حنحاول أن احنا نتجول فيها في مجموعة من المناطق والقرى المختلفة في مدينة التربة. حنمر أيضا على بعض القرى الأثرية اللي لها تاريخ أو باع كبير جدا، ويقال أن إحداهن قرية أثرية بباب واحد. هيا بنا لنبدأ الرحلة. الأكاحلة هي إحدى عزل مديرية المقاطرة، تقع في الشمال الشرقي لها، وتحدها أجزاء من عزل مديرية الشمايتين محافظة تعز، وأجزاء أخرى من منطقة الأحكوم مديرية حيفان. عرف أبناء الأكاحلة بالصلابة والشجاعة وقوة الإرادة، وهم ممن ساهموا بصد الهجوم التركي عن قلعة المقاطرة. ونحن في طريقنا في طريق رحلتنا لاستكشاف هذه المناطق التي قررنا زيارتها اليوم، لفت نظرنا هذا السد المتواجد هناك. سد بني قبل أكثر من 15 عاما، تأتي مياهه من الأكاحلة ومن المذاحج العليا لتصب ويستفيد منها أهالي المذاحج السفلى. جميل هو تفكير الأهالي عندما يقومون بعمل مثل هذه السدود التي تحافظ على مصادر المياه ومنابعها للاستفادة منها. هذا البرج المائل فريد في تصميمه، يميل بحوالي 15 درجة عن المستوى الرأسي، وبحسب الأخصائيين لو تم بناء البرج سابقا بشكل قائم فإن المسافة بينه وبين الأرض تقدر ب 132 كيلو فولت، بالتالي لا تتوفر أدنى متطلبات السلامة، وبذلك يكون الحل باستعمال كيبل تحت الأرض تبلغ كلفته فوق المليون دولار، وهي ما تم توفيرها بعد بنائه بهذا الشكل. احنا طالعين ايه؟ طيب ايش المشكلة؟ اذا كنت مائلا فهذا يعني انك تحمل اثقالا في جهة معينة، مش انا وحدي طبعا المائلة، وانما هذا البرج الواقع في خلفي هو برج مائل، ويعد البرج الاول في اليمن والثاني على مستوى العالم، والذي يرتبط ايضا ببرجين اخرين. أبراج خاصة بالكهرباء التي تأتي من عدن لتتوزع على مختلف القرى، منها المذاحج، قدس، الصلو
وغيرها الكثير. بني هذا البرج بواسطة شركة رومانية كما أخبر الأهالي في التسعينيات، وأعطى لمجموعة القرى خدمة كبيرة في الكهرباء إن توفرت. هذه الهاوية المشرفة للأسفل وأنا أطلع عليها من هذه المنطقة العليا تشرف على مجموعة من القرى، منها الحكوم وقدس وأيضا قريتي العبوس المطلة في تلك الجهة، قرى مترابطة فيما بينها البين تربط بينها المدرجات الزراعية، الوديان، السدود، المرتفعات الجبلية، والتي تجعلنا نفكر كيف فكر الإنسان في يوم من الأيام أن يستوطنها، أن يسكن فيها، أن يعيش فيها، أن يكون هذا النسيج الاجتماعي الذي لا يتفكك. أبناء القرى فيما بينهم البين بنسيجهم الاجتماعي يختلفون تماما عن أبناء المدينة، وهذا ما يجعلنا في رحلة مقارنة دائمة نستشعر عظمتها، عظمة الارتباط بهذه الطبيعة الساحرة، بهذه الجبال التي تكسوها الخضرة، بالأمطار التي تسقط عليها رحمة من الله ورحمة بين العباد. من هنا شاهدنا عزلة قدس، إحدى عزل مديرية المواسط في محافظة تعز، تجاورها مجموعة من القرى المتناثرة التي تغلب أهلها على صعوبة الطريق ووحد بينهم التآلف والتعاون وتطوير قراهم بالتعليم وغيره من المجالات الأخرى. هذه إذن هي القرية التي هجرها سكانها بسبب توسعهم المدني، سكنها جدهم القحامي كما أخبرنا أهالي المنطقة، وكانوا في بدايتها من سكان المذاحج الصناع، وهم الذين امتهروا صناعة الجلود وغيرها الكثير. بعد ذلك توسعت هذه القرية إلى ما جاورها وانتقل السكان هناك. لهذه القرية تاريخ كبير في النضال كما أخبرونا، وجدهم السابق شاهر ردمان قائد الأكحلي، ومحاطة أيضا بمجموعة من الحصون ومنها حصن أبو ليسنة وغيرها من المناطق الأخرى، حاليا أصبحت مآثر تتحدث عنها الأطلال.
هذه إذن هي المدرجات الزراعية المحيطة بقرية قحام، وهذه هي الآثار والمنازل التي تبقت من هذا المكان، وهذه هي أيضا رحلتنا في رحلات حلقة اليوم التي نعمل من الله أن تكونوا قد قضيتم معنا فيها وقتا جميلا ورائعا.